مساء الخير مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقه جديده من برنامجكم ملاعب الابطال اللي بنتابع من خلاله اخبار ملاعبنا ومشاركات نجومنا وابطالنا في كل الرياضات. ودايما شعارنا ان زي ملاعبنا كتير ابطالنا اكتر بكتير. كلامي النهاردة عن المستقبل. مستقبل كلمة من 6 حروف بس، تبدو طبعا في ظاهرها انها كلمة بسيطة، لكن الحقيقة ان كلمة مستقبل نقدر نتكلم عنها ايام وايام، ليها معاني كتير جدا. وخلينا نكون متفقين ان اللي يعيش يفكر في الحاضر فقط هيقع، وده امر طبيعي. لازم نكون عارفين ان مفيش نجاح هيتحقق في اي مجال بدون التفكير والتخطيط للمستقبل، وبدون ما يكون في خطة واضحة نقدر نشتغل بيها وننمي قدراتنا وإمكانياتنا المتاحة ونطوعها لخدمة مستقبلنا هيكون الموضوع صعب. خلونا نتكلم هنا كده في المجال الرياضي اللي احنا متخصصين فيه، وعن الرياضة المصرية بالتحديد. طبعا الرياضة المصرية بتعيش طفرة غير مسبوقة في النتائج اللي بيحققها أبطالنا ونجومنا، وخصوصا في مراحل الناشئين والشباب اللي بقى لها فترة مستمرة لحد اللحظة اللي احنا بنعيشها دلوقتي. الحقيقة ان الرياضة المصرية بتعيش فترة من الازدهار الكبير على مستوى مراحل الناشئين والشباب تقريبا في كل الالعاب الرياضية، وده بيظهر بقوة من خلال نتائج ابطالنا، واللي منها على سبيل المثال ولسه البطولة منتهية قريب، بطولة العالم لرفع الاثقال، منتخبنا الوطني لرفع الاثقال للشباب او طبعا الناشئين زي ما بيسموهم، في مشاركتهم في بطولة العالم الاخيرة اللي اقيمت في اليونان. منتخب رفع الاثقال وابطالنا من الشباب دول حققوا 13 ميدالية متنوعة، 4 ميداليات ذهب، 4 فضة، و6 ميداليات برونز، وده نجاح كبير وطفرة كبيرة جدا لرفع الاثقال خصوصا في مرحلة الناشئين والشباب بعد العودة من ازمة كبيرة جدا كانت ليها اثر على رياضة رفع الاثقال في مصر. تعالوا نسيب رفع الاثقال ونروح للجودو ونشوف ابطالنا برضو الشباب اللي شاركوا في بطولة كاس اوروبا واللي حققوا 4 ميداليات بواقع ذهبيتين وبرونزيتين، وضم منتخبنا خلال البطولة دي عدد كبير من اللعيبة الشباب والناشئين. طيب نتكلم عن الخماسي الحديث، خماسي كمان عندنا فيه كم كبير من اللاعبين الصغيرين اللي بيحققوا نتائج مبهرة جدا زي ملك اسماعيل وزين عامر، واللي قدروا ويتأهلوا كاس العالم المقامة حاليا ببلغاريا. الطفرة دي متحققة في الالعاب واتحادات كتير، بس يعني في اتحادات تانية طبعا حققت. السلاح بيحقق بطولات عالم على مستوى الناشئين والشباب، وده بالتأكيد كل الجماهير شايفينه وظهر بقوة خلال الفترة اللي فاتت. ولكن الموضوع الأهم هو اننا ازاي نقدر نستغل الطفرة دي والحراك اللي احنا عايشينه في مستقبل شبابنا الرياضيين. الكلام ده اتكلمت فيه قبل كده اتكلمت عن الناشئين. في مراحل الناشئين والشباب احنا بنكسر الدنيا، اولمبياد شباب بنروح ناخد اكتر من ميداليه ذهب، صح؟ نيجي عند الكبار الموضوع بيبوظ. ايه السبب؟ السبب ان جيناتنا اولادنا عندهم جيناتكس عالي جدا، ممكن تفوق في جينات الشباب عندنا اكتر من دول كتير ودول اوروبيه كتير. الفرق اللي بيحصل والجاب اللي بيحصل ما بين مرحلة الناشئين والشباب هي مرحلة العلم، مرحلة التخطيط. أنا عندي شاب هو قدراته يروح يجيب ذهب أولمبياد شباب، طيب يجي في أولمبياد الكبار يشارك مرة واتنين ما يجيبش أي حاجة. السبب إيه؟ إن الشباب اللي هناك اللي في الدول الأوروبية والدول الغربية اشتغلوا على اللاعب ده بأسلوب علمي وبخطة واضحة ومدروسة علشان يقول لك إحنا في أولمبياد كذا هنجيب ذهب، وده بيظهر كتير في لعيبه كتير وشباب كتير بالنسبه للدول الاوروبيه. شبابنا
عندهم قدرات عالية جدا وعندهم اختلاف في الجينات يعني بقوة عن الدول الأوروبية وعن شباب الدول الكبرى في الرياضة زي ما بنقول. ولكن في مرحلة الشباب نيجي في مرحلة الكبار مفيش تخطيط بقى، يقول لك ده الواد ده حلو هيجيب بعد كده وبتاع. طب مفيش، ما انت ما كملتش معاه بنظام علمي ودخلته في دور الحرق، ضغطت عليه علشان يجيب النتيجة، كبر شوية خلاص الإصابات زادت والروح قلت ومفيش برنامج علمي واضح يمشي عليه، اللاعب ده مش هتاخد منه في الأولمبيات الكبار. ده اللي أنا عايز أتكلم فيه، لازم نحط خطة واضحة للشباب دول الناشئين علشان لما يطلع مرحلة الكبار يعمل ميدالية في الأولمبيات. إزاي الخطة؟ الخطة تكون علمية في التدريب وفي حلول المشاكل اللي ممكن تقابل الولاد دول في مشوارهم حتى التعليمي، ده بالإضافة للجانب المادي كمان اللي لازم يكون ليه نظرة مختلفة. دي الطريقة اللي ممكن من خلالها ان احنا نصنع ابطال في كل الرياضات واللعبات ويكونوا ابطال اولمبيين، ودي الطريقة اللي هنقدر من خلالها نشوف ابطالنا وبطلاتنا على منصات التتويج الاولمبية في الكبار. الموضوع ما يكونش متوقف على طفرة او فروق فردية فقط، لا، نشتغل بخطة ثابتة وخطة علمية ثابتة. انا ما يكونش عندي لاعب بطل عالمي في الناشئين والشباب ويروح الكلية بتاعته علشان يشيل الغياب بتاعه، يلاقي نفسه سايط في 3 4 مواد عشان ما بيحضرش. ما هو بيحضرش ليه؟ لانه بيمثل مصر، تمام. ودي رساله انا عايز اوجهها لكل المدارس وكل الجامعات والكليات، لما يكون عندك بطل دولي ساعده على الاقل حتى شيله الغياب، وخصوصا كليه التربيه الرياضيه او كليات التربيه الرياضيه على مستوى مصر. انا لسه ما فيش من فتره صغيره شاب بطل دولي في لعبه معينه وقابلني وقال لي يا كابتن بروح الكليه الدكاتره ما بيرضوش يشيلوا الغياب، وبشيل مواد نسبه غياب، بفقد نسبه غياب في المواد اللي عندي، فخليت شتت اللاعب. لازم يكون في تنسيق ما بين وزاره التعليم العالي ووزاره الشباب والرياضه، خصوصا كليات التربيه الرياضيه اللي هي بتصنع نشء رياضي اصلا، سواء في التدريب او كوادر اداريه او كوادر تعليميه، خصوصا اللعيبه لما يكون عندك بطل دولي. يعني رساله من الدكاتره التربيه الرياضيه لما يجي لك بطل دولي وعنده بطوله ما تقولوش انت ما حضرتليش، ما فعلا ما حضرلكش عشان كان بيرفع علم مصر بعد اذن حضرتك يا دكتور، ان حضرتك في مكان لازم تساعد الولاد دول عشان يكونوا هم اللي يحملوا علم مصر ويرفعوا علم مصر في اولمبيات الكبار ان شاء الله. طبعا اللي بنتمناه ان شاء الله كمان حتى في الالعاب الجماعيه ان شاء الله يكون عندنا ميداليه، وشفنا الانجاز كان قرب قوي مع منتخب كره اليد اللي كان قاب قوسين او ادنى من تحقيق ميداليه في طوكيو 2020. بنتمنى ان شاء الله تكون في ميداليات اكثر في باريس 24. سؤال حلقتنا النهارده، الاهلي ام الزمالك من ترشح يفوز او للفوز ببطوله كاس الكؤوس الافريقيه لكره اليد؟ هنشوف كده التغريدات. المعلم افندينا الزملكاوي مساء الورد والياسمين كابتن ابراهيم، طبعا الزمالك من اسمك يا معلم ابراهيم افندي، معلم افندي افندينا. زياد احمد بيقول ارشح الاهلي الفوز على الزمالك. شوف التغريده الثالثه، محمود المعتز بالله مصطفى بيقول مساء الخير النادي الاهلي ان شاء الله. سيف محمد بيقول الزمالك، ودي اخر تويته معانا. والمهم ان شاء الله الاثنين يوصلوا نهائي الاهلي والزمالك ممثلين مصر في كره اليد. كل يوم بيكون معانا اسطوره من اساطير الرياضه العالميه، واسطورتنا النهارده هي لاعبه التجديف الرومانيه جورجينا داميان اللي حصدت 6 ميداليات اولمبيه بواقع 5 ميداليات ذهبيه وميداليه واحده برونزيه، غير طبعا تاريخ طويل من بطولات العالم والالقاب الدوليه. تعالوا نقترب شويه من مسيرتها ونرجع نكمل حلقتنا تاني.
النهارده في اخبار كتير وتفاصيل كتير. خلونا نبدا مع العناوين. استعدادات قوية لمنتخب الطائرة قبل البحر المتوسط. أمم إفريقيا لكرة اليد على صالتي أكتوبر وحسن مصطفى. أداء جيد للأهلي والزمالك في البطولة الإفريقية لكرة اليد. منتخب الجودو يواصل استعداداته للبطولة الإفريقية. منتخب الملاكمة يودع بطولة العالم للسيدات مبكرا. ختام ناجح لبطولة كأس العرب للدراجات في القاهرة. استعدادات قوية لمنتخب التجديف قبل المشاركة في كأس العالم. تاريخ عظيم ينتظر الأوزبكية أوكسانا في باريس 24. البعثة الصينية تستعد لأولمبياد باريس بمعسكرات في الإمارات. دي كانت العناوين. هنطلع لفاصل قصير ونرجع للتفاصيل. نستأذنكم لا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. هنبدأ تفاصيل أخبارنا من الكرة الطائرة. المنتخب الوطني للكرة الطائرة برئاسة المدرب الهولندي جيدو فورمالين بيخوض استعدادات قوية للمشاركة في منافسات دورة الألعاب ألعاب البحر المتوسط اللي هتقام خلال الفترة من 25 يونيو وحتى 5 يوليو المقبل في الجزائر. المنتخب حاليا بيخوض معسكر مغلق في القاهرة بمشاركة منتخبي السعودية والبحرين، وخاض أكثر من مباراة ودية أمام المنتخبين. اتحاد الكرة الطائرة أمامه مهمة صعبة جدا، وهي إعادة المنتخب لمنصات التتويج القارية من جديد بعد غياب سنين طويلة. والحقيقة أن الخطوات اللي تم تحقيقها على الأرض حاليا في الواقع، يعني طبعا خلال التعاقد مع مدير فني أجنبي على مستوى عالي، بتقول أن شاء الله قريب هنشوف منتخب مصر لكرة الطائرة يعود للتألق من جديد. معانا تقرير عن كرة الطائرة وعن استعدادات المنتخب، هنشوف التقرير ونرجع تاني. We mix the team every time. We change the players because I want to see every player to play. So we play every day Saudi, every day Bahrain, and every day we mix the player and we see how they are. And it's very good already that we have different players, but we play the same system. They all try to play in the same way. So I'm very happy with that. هو طبعا سعيد جدا بأداء اللعيبة النهاردة. احنا بنحاول نعمل خليط مزيج من اللعيبة، احنا معانا لعيبة كلها صغيرة، وبنعمل دايما تو تيمز، بنعمل فرقتين، فرقة بتلعب السعودية فرقة بتلعب البحرين. بنحاول ان احنا نعمل مزيج من اللعيبة الخبرات مع اللعيبة الصغيرين في السن. احنا معانا لعيبة 20 سنة 21 سنة و 19 سنة، بنعمل مزيج ما بينهم علشان نخليهم يلعبوا. هو سعيد بالأداء بتاع اللعيبة الصغيرة النهاردة، واحنا يعني عدينا اللعيبة نفسيا كويس قوي، عديناهم بدنيا كويس قوي عشان يقدروا يلعبوا مباراه زي اللي طلعت زي اللي شفتيها كده النهارده. The target is that we try to do in the match what we do in the practice. We learn new systems. I did not see all these boys, so it's good that I practice these boys and see them play.
So for the next of the summer, yeah, I know which players we can take. It's a tryout for the players. They have to show me that they want to play in the national team. اللعيبة طبعا لازم تبين له ان هي تقدر تلعب في المنتخب المصري، وهو بيحاول يكتشف لعيبة جديدة. احنا بنحاول، احنا ضمين اكبر عدد ممكن اللعيبة الصغيرة عشان نكتشف لعيبة جديدة. احنا بنعمل نيو سيستم، بيعمل سيستم جديد، فبناء عليه احنا بنحفظ اللعيبة السيستم، النظام اللعب بتاعنا، النظام الخططي بتاعنا، التزام اللعيبة، الكلام ده كله اللعيبة الصغيرة لازم بتتعلمه هنا، وهو ده الهدف بتاعنا، ان احنا نعمل لعيبة جديدة وجيل جديد للمنتخب المصري ان شاء الله. واحنا عندنا ثلاث بطولات، بطوله البحر المتوسط وبطوله عالم وبطوله التضامن الاسلامي. فاحنا عندنا يعني يعتبر منتخبين، منتخب اعماره اصغر ومنتخب اعماره اكبر. فيعني المدرب بيعدنا لكل مجموعه تروح بطوله معينه عشان يعد عدد كبير من يبقى جاهز للمستقبل. هو المدرب الاجنبي بيبقى جايب الفكر الاوروبي، يعني احنا بنلعب دلوقتي زي الدوريات بره، زي المدرسه الايطاليه، المدرسه البرازيليه كده. فهو يعني بينقل لنا الفكر ده. هو احنا اغلبيتنا عمرنا صغير، فهو بيحفزنا، بيدي كل واحد يعني يتحفز ان هو لازم يبقى هو اللي شايل المنتخب بعد كده. هنلعب البحرين والسعوديه برضو، بعد كده بقى لو في معسكر خارجي هنلعب فرق بره ان شاء الله. والله هو منتخب السعوديه شرفنا النهارده، هو منتخب محترم، بس احنا لعبنا عليهم تكتيكين كويس، فالماتش كان بالنسبه لنا سهل بالنسبه لنا. عندنا بطوله البحر المتوسط ان شاء الله في شهر 6 وشهر 7، واحنا معسكرين بقالنا 10 ايام تقريبا، ولعبنا ماتشين، ماتش معاهم وماتش مع البحرين. هو مش موضوع افضل، ومش يعني مش موضوع في حد كويس وحد وحش، لا، هو يعني نظرياته احسن، يعني بيدينا حاجات برضو مع كابتن حسن، الاثنين شغلهم مع بعض كويس، بيوصلنا لاحسن مستوى هما الاثنين، فاعتبر الاثنين بيكملوا بعض. يعني هو بيقعد، يعني هو روحه كويسه، روحه حماسيه معانا في الملعب، بيقعد يضغط علينا ان احنا نلعب احسن، يعني حتى لو احنا كسبانين بيقعد يدوس علينا نلعب احسن واحسن وكده. هي مش بطوله، هي معسكرات استعدادا لبطولات قادمه ان شاء الله. المنتخب السعودي معسكر هنا في مصر لغايه يوم 18/5 ان شاء الله للمشاركه في بطوله الخليج في الكويت باذن الله، واحنا نقوم بعمليه الاستعداد والتدريبات هنا في مصر، ومن ضمن البرنامج ان نقابل المنتخب المصري لكي يعني يتم عمليه الاعداد بشكل جيد. وايضا المنتخب المصري لديه معسكر ويستعد لاستحقاقات قادمه. طبعا ما في شك انه البرنامج الاعدادي لابد ان يتخلله مجموعه من المباريات الوديه، وهذه المباريات هي التي ترفع المستوى وتكشف الاخطاء لمدرب الفريق، وايضا اللاعبين يتعودوا على رتم المباريات وترتفع اللياقه ايضا، ويكون الفريق يلعب بروح جماعيه ويعني يتعود على المستويات العالية وكيف يجاري الفرق الأقوى منه. نسيب الكرة الطائرة ونروح لكرة اليد. الاتحاد الأفريقي لكرة اليد اعتمد بشكل رسمي صلاتي حسن مصطفى والصالة الدولية ب6 أكتوبر لاستضافة منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا اللي هتقام خلال شهر يوليو المقبل. الاتحاد كان تراجع عن اختيار استاد القاهرة بسبب ارتباط الاستاد باستضافة منافسات بطولة كأس العالم لسلاح المبارزة في نفس التوقيت. الاتحاد الافريقي كان بعت اللجنة شافت الصلاة وعملت اجتماعات مع مسؤولي الاتحاد المصري، وتم من خلال الاتفاق على التفاصيل. كده تكون خلصت اخبار العابنا الجماعية. هنروح لفاصل ونرجع لاخبار العابنا الفردية.
نبدا اخبار العابنا الفرديه من الدرجات. منتخبات بطوله كاس العرب للدرجات بدات مغادره القاهره بعد ختام مشاركتها في منافسات البطوله اللي اقيمت على مضمار الدرجات الدولي في استاد القاهره، وشهدت مشاركه عدد كبير من اللاعبين. منتخبنا حصد خلال مشاركته في البطوله 6 ميداليات ذهبيه و4 ميداليات فضيه و4 ميداليات برونزيه. وكالعاده كاميرا ملاعب الابطال كانت متواجدة في ختام البطولة. تعالوا نشوف اللقاءات ونرجع تاني. ده الكاس العرب الأول اللي موجود، وأول مرة له يتعمل، وأول مرة يبقى في مصر على المضمار العالمي المصري في استاد القاهرة. الدول اللي موجودة حوالي 6-7 دول، أهم الدول المشاركة والقوية التي تنافس بقوة زي ما أنت شايف مصر والجزائر والإمارات. تتميز هذه البطولة أو هذا الكأس بتنافس شديد جدا جدا جدا، وعناصر جديدة تتصدر المنصة وتتصدر الميداليات. زي ما أنت قلت، مصر هي متوجة المركز الأول في تقريبا أكثر من 95% من المسابقات. بالنسبة لكأس العرب للمضمار، هي البطولة الأولى التي تقام على مضمار القاهرة العالمي. الحمد لله استعدنا للبطولة دي في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، عملنا معسكر تدريبي الأولاد وما منزلوش يعيدوا مع أسرهم عشان يكملوا، كان الوقت ضيق. المشاركة كان معنا الإمارات والجزائر وليبيا والسودان وسوريا، مجموعة دول العربية منهم دول قوية جدا زي الجزائر والإمارات. المنافسة دي بالنسبة لي قبل ما اروح اشارك في البطوله الافريقيه ان شاء الله في نيجيريا الاسبوع الشهر اللي جاي استعدادا لبطوله العالم، فكان البطوله دي بنجهز فيها الولاد بتوعنا. لكن الحمد لله قدرنا نحقق نتائج كويسه. الحمد لله احنا متصدرين من الكاس العرب برصيد 19 ميداليه، بعدينا 19 ذهب، بعدينا الجزائر 3 ذهب، بعدينا الامارات 1 ذهب. الحمد لله الفارق كتير قوي، وسيطرنا على كل المنافسات تقريبا، والحمد لله ربنا وفقنا وحققنا نتائج كويسه. بالنسبه لي يعني بطوله كاس العرب للمضمار واللي اول مره تقام في مصر، يعني مصر عندها تجربه سابقه في هذا الموضوع من خلال تنظيم بطوله العالم لنفس يعني النظام نفس السيستم. فالحمد لله يعني كان شيء مشرف بالنسبه لنا احنا كليبيين، وايضا حتى للمنظمين في مصر ان شاء الله. طبعا البعثة الليبية تكونت من 5 رياضيين، والحمد لله كأول مشاركة للمنتخب الليبي في هذا النوع من البطولات منذ زمن طويل، وخاصة الليبي يعني تفتقر لمثل هذه الحلبات وتفتقر لمثل هذه الإمكانيات. لكن الحمد لله يعني منتخبنا استطاع أن هو يحرز القلائد ويثبت وجوده في هذه البطولة من خلال الدراج الليبي في فئة الأوسط حذيفة طور اللي تحصل على برونزيتين، وايضا الدراج بدر عمران واللي تحصل على البرونزيه ايضا في بطوله كاس العرب. والحمد لله هذا التتويج يعتبر تتويج لكل الليبيين، وبإشادة من كل المنظمين في مصر وايضا الدول المشاركه. حقيقه يعني تنظيم رائع جدا، واستقبال كان رائع جدا، ونتمنى دائما مصر تستضيف مثل هذه البطولات، تستضيف مثل هذه الملتقيات لتطوير حتى الدراجة العربية. الدراجة العربية يعني الآن أصبحت لها صيت وأصبح لها اسم وباع طويل جدا في العالم. الحمد لله البطولة ما عليها أي كلام، كأول بطولة أول مرة تتأسس كأس العرب، وتنظيم رائع جدا، وكل شيء كان فوق الممتاز. والحمد لله حققنا ميداليات عديدة، منها البرونز ومنها الذهب في فئة الشابات، وحققنا الفضية كذلك في فئة الشباب، وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله. هذه أول كأس عرب اللي نظمتها مصر. التنظيم كان في القمة، ثم مشها حاجة مشها جديدة على مصر أنها تنظم بطولات مثل هذه. المنافسة كانت بالطبع قوية، وبالرغم من نقص تحضيرات لأنه التحضيرات كانت متزامنة مع شهر رمضان الفضيل، وكان لاعبين اللي أثر عليهم هذا الشهر الكريم. الحمد لله تمكننا من تحقيق 4 ميداليات ذهبية في السرعة الفرقية وفي
وفي اختصاص ضد ساعة اليوم من لطفي تشومباز، واختصاص 1 كيلومتر من طرفي أنا. وعبد الرحمن منصور يتمكن من أخذ الميدالية الذهبية في سباق النقاط. هذه محطة تحضيرية للبطولة الإفريقية التي ستقام في نيجيريا، والحمد لله نتائج مشرفة، ونشكر مصر على الاستضافة وعلى التنظيم المحكم. التنظيم بتاع البطولة كويس جدا، وكمان دي أول مرة تتعامل بطولة كأس عرب، أول صورة ليها بس. ومش دي كمان أحلى حاجة، إن مش أول مرة مصر تنظم بطولة تراك أو برود كمان، دي حتى كمان نظمنا بطولة عالم من فترة، فالتنظيم عندنا أحسن حاجة، وبشهادة كل اللي موجودين عامة يعني. والنسبة للبطولات والسباقات، فأنا لعبت حد النهاردة 4 سباقات، حققت ميدالية ذهب واثنين فضة وواحدة برونز. بكده تكون خلصت أخبار ألعابنا الفردية، هنروح لأخبار أولمبياد باريس. من أخبار أولمبياد باريس 24، أوكسانا ألكسندروفنا لاعبة منتخب أوزبكستان للجمباز أعلنت نيتها عن المشاركة في أولمبياد باريس 24 لتكتب تاريخ جديد وتسجل 9 مشاركة أولمبية ليها في مسيرتها الرياضية. أوكسانا اللي هي طبعا من مواليد سنة 75 وعمرها حاليا 47 سنة، هتشارك في أولمبياد باريس 24 وهيكون عمرها وقتها 49 سنة، وده دليل وإثبات أن العمر مجرد رقم. اللاعبة قالت أنها ما زالت تمتلك القدرة على ممارسة رياضة الجمباز والمشاركة في أكبر المنافسات العالمية، وأن العمر مجرد رقم بالنسبة ليها. أوكسانا شاركت في أولمبياد طوكيو 2020 بتيشيرت مكتوب عليه رقم 8، هو عدد مشاركاتها الأولمبية، وفي باريس هتكون المشاركة 9 لأوكسانا. فعلا العمر مجرد رقم. ما زلنا مع أخبار باريس، اللجنة الأولمبية الصينية أعلنت نيتها على تنظيم معسكرات منتخباتها في الإمارات استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 24. اللجنة الأولمبية الصينية قالت إن الإمارات بتحتوي على منشآت رياضية عملاقة، وإنها بتفكر تستفيد بيها من خلال إقامة المعسكرات الخاصة بمنتخباتها هناك. البعثة الصينية واحدة من أضخم البعثات اللي بتشارك في الدورات الأولمبية، وبتضم عدد كبير جدا من الأبطال والبطلات، وبالتأكيد وجود الأبطال دول في المنطقة العربية هيمثل إضافة مهمة جدا لكل المنتخبات العربية. طبعا الصين هو يعني التنين صاحب أكبر عدد ميداليات أولمبية، طبعا زي ما بنشوف البعثة الصينية وبنشوف إنجازاتهم وبنشوف عدد الميداليات الذهبية اللي بتحصل عليها الصين. نتمنى إن شاء الله، وبنقدم دعوة من ملاعب الأبطال لكل اللجان الأولمبية العالمية عندنا في مصر، ملاعب على أعلى مستوى، عندنا فنادق على أعلى مستوى، ياريت تشرفونا. بكده تكون خلصت أخبار حلقتنا النهاردة، هنطلع فاصل ونرجع نستقبل ضيوفنا الكابتن محمد عبد السلام المدير الفني لفريق كرة اليد بنادي سبورتينج، وأحمد قاسم ويوسف خالد لاعبي الفريق. طبعا الحقيقة فريق سبورتينج قام وقدم موسم جيد جدا، وقدر ان هو يفوز ببطولة كاس مصر بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية، واحتل من خلالها احتل المركز الثالث كمان في الدوري. هنتكلم على كل التفاصيل وعلى كل الطموحات واستعداداتهم للموسم الجاي، ولكن بعد الفاصل. بيخدع دفاع النادي الاهلي، يلعب الكرة
كرة من باك للبيا يا اسلام لمحسن علي صاب كرة قوية صد دفاع قوي من ثلاث لاعبين مباراة كاس فعلا كلها حماس مبروك سبورتينج بطل كاس مصر. رجعنا تاني والفقرة الحوارية مع أبطال كاس مصر لاعبي نادي سبورتينج والمدير الفني كابتن محمد عبد السلام. بنرحب بحضرتك يا كابتن. بص إبراهيم أنا بشكرك جدا على الاستضافة الجميلة ديت وبشكر أون تايم سبورت اللي هي عاملة صرح جميل جدا بالنسبة لمصر وثقافة رياضية عالية جدا للشعب المصري والشعب العربي. احنا بنشكر حضرتك على الحضور. شكرك جدا. وبنشكر طبعا أبطال نادي سبورتينج. مميزة بإذن الله معاك. حبيبي. كابتن يوسف خالد ولا اقول لك عفروتو الاثنين يعني الناس بتقول لي فين عفروتو عايزينه معاك في الحلقه مرحب بيك كابتن حبيبي ربنا يخليك عملت شغل حلو قوي السنه دي بصراحه سواء دوري او كاس يعني حبيبي ربنا يخليك كابتن احمد قاسم طبعا يعني ابن الوز عوام اهلا بيك وما شاء الله مجهود كبير جدا الموسم ده الحمد لله طيب هنبدا كده مع الكابتن محمد عبد السلام اكيد علشان ايه ده فيه حاجات كواليس جامده قوي يا كابتن يعني انا سميتكم في احد المباريات ملوك الرومونتادا فرقه تكون خسران 11 فعلا. ترجع وتكون خسران فرق 5 و6 وترجع فعلا يمكن السنه دي كان الموضوع دوت كان منتشر معانا جدا تمام في اكثر من مباراه يمكن مباراه سموحه في سموحه في الدوري كان مباراه صعبه كنا خسرانين فيها 5 ورجعنا في الشوط الاول كسبنا 3 حلو كان اشهر مباراه يمكن الزمالك في المجمعه وكنا خسرين 11 وصلنا 11 كنا خسرين 11 ورجعنا وتعادلنا كان الاهلي فارق 11 على ما اعتقد الاهلي لا الاهلي كنا خسرانين كنا خسرين الاهلي في الاهلي برضه في دوري كنا خسرانين ورجعنا فرق 3 في بس دوت ما كانش فيه رومنتادا ان احنا نكسب او نتعادل يمكن الماتش المؤثر جدا هو ماتش الزمالك اللي احنا كنا خسرين فيه 11 ورجعنا يمكن انا كنت طالب منهم في المعسكر ده كلهم قاعدين كنا عاوزين تعادل ومكسب من المجمعه دي تمام فسبحان الله جالنا تعادل ومكسب فيمكن قالوا لي يمكن كنت قلت لها اتنين مكسب عشان نوصل عشان تيجي عشان تيجي فالحمد لله يعني بس يا كابتن هقول لك حاجه يعني هو عمليه الريمونتادا مش سهله في الهاندبول طبعا ده بيتطلب لعيبه زي دول عايزين بقى نعرف منكم الروح ده بعيدا عن الموضوع الفني هنتكلم في الفنيات دلوقتي الروح اللي ما بينكم اللي تخليكم خسرانين 11 ضربه نفسيه لاي لعيبه وترجع تكسب لا هي الروح تتعادل لا الروح السنه دي في الفرقه كان حلو قوي من اول ما ابتدينا الموسم كان في جزء حد مسا تمام وكان في ناس جديده جت علينا الدنيا كانت ماشيه كويس قوي في اول الموسم كابتن عبد السلام عمل تجانس ما بيننا والدنيا مشت في الاول كان في ناس كثيره في النادي قلقانه الدنيا ما تمشيش معانا في السيزون ده يعني عشان كان في جزء لعيب مهم عندنا مشى ولعيبه كبيره عندنا في الفرقه بس الحمد لله يعني الدنيا مشت معانا كويس والعناصر ادت معانا كويس قوي والحمد لله ان شاء الله الموسم اللي جاي بقى ناخد دوري مع الكاس ان شاء الله وافريقيا بقى ان شاء الله تعامل شغل قوي حلو قوي يعني انت العقل المدبر والمفكر عفروتو بقى عامل ايه في الملعب معاكم كابتن احمد لا عفروتو هو زي اسمه بالظبط بس عشان كده عايز اسمعها لا ما شاء الله عفروتو الموسم ده عمل موسم كويس طبعا الفرقه كلها كانت كويسه الموسم ده كل واحد كان عنده روح ومن جواه ان هو عايز يعمل حاجه السنه دي للفرقه وطبعا بعد ماتشات الدوري لما حققنا ثالث قعدنا مع بعض اتكلمنا ان احنا لازم نكسب مش كل يعني احنا خسرنا من الزمالك 3 ماتشات او 4 ماتشات في الموسم ده ما ينفعش يكسبونا تاني تمام لازم نكسبهم الماتش ده نزلنا كلنا طبعا الحماس والروح اللي عندنا هي اللي خلت الماتش يطلع بالشكل ده يعني انا عجبني حاجه بس كده عشان يعني طبعا كابتن قاسم ابراهيم تمام يعني الوالد خد الدوري مع الشمس في البنات وانت خدت الكاس مع سبورتنج تمام يعني بطولتين انت عندكم بطولتين في البيت السنه دي صح الف مبروك الله يبارك فيك هنرجع بقى للحته الفنيه كابتن محمد يمكن النواحي الفنيه يمكن احنا ملتزمين ببعض الحاجات طول الدوري شغالين عليها يمكن من السنه اللي فاتت بنحضرها تمام يمكن السنه دي حصل تجانس اكبر ما بين اللعيبه وفهموا السيستم اللي احنا بنشتغلين بيه سواء النواحي الدفاعيه اللي احنا كنا شغالين بالاسلوب الاسباني شويه في الهجوم برده في سيستم بيتلعب بيه اللعيبه كلها كان عندها السنه دي كان عندها هدف واحد وهو الهدف اللي احنا لازم خلاص بقى احنا قربنا لازم نوصل للبطوله البطوله كانت صعبه ان انت كمان يمكن الكاس دوت صعب جدا اللي انت بتلعب دور الثمانيه الاهلي
وماتش مش سهل، ماتش صعب وكان عندنا في النادي، وكنا زي ما حضرتك بتقول كده عملنا كامباك كويس جدا، كنا خسرين فرق 4 و5 وعملنا كامباك والحمد لله كسبنا في الاخر فرق هدف. المفاجاه الثانيه ان انت بتلاعب طبعا الزمالك في النهائي، يمكن الاهلي بطوله والزمالك بطوله مزبوط. واللي انت تاخد الكاس دي ثالث بطوله، فالامور كانت بالنسبه لنا يعني صعب، ان انت كاس غالي جدا، ان انت بتقابل احسن ناديين في مصر في بطوله، مش ان انت بتاخد الكاس في نهائي خلاص بتلاعب فرقه جامده وخلاص، لا كان المشوار كان بالنسبه لنا كان صعب. اللعيبه السنه اتحملت كتير جدا، زي ما كان عفروت اتكلم كان عندنا بعض الناس مشت يمكن مؤثرين جدا في الفرقه، ولكن تغيير الفرقه كان مهم جدا السنه دي بعناصر شابه، يمكن متوسط اعمار وصلنا بيه ل 26، ودي كانت حاجه كويسه بالنسبه للنادي. اعتمدنا في بعض الاوقات يمكن في مركز عندنا في بعض الناحيه الرايت كان عندنا لعيبه مواليد 2002 قدرنا ان احنا نستغلهم كويس جدا، بنحضرهم من السنين الجايه للنادي كويس. عندنا عناصر شابه باذن الرحمن، والمستوى الفني في النادي ماشي بخطوات لحد ما خطوات كويسه جدا. طيب يعني سريعا كده برضو، مش سريعا يعني، احنا عايزين يعني برضو تفاصيل من حضرتك، يعني شاب بشكل عام ايه اللي بيميز الجيل الحالي في سبورتنج عن الاجيال اللي فاتت؟ الجرينت الروح موجوده بطريقه جميله جدا، بتخليك بتشتغل، وانت زي ما حضرتك بتقول كده لما توصل تخسر 11 اي فرقه بتخسر 11 خلاص الماتش خلاص وان سايد جيم للفرقه الاخرى، اما انت بتبقى خسران 11 وبترجع يبقى اللعيبه دي عندها روح قتاليه فظيعه، غير اللي احنا بنتكلم في فنيات، يعني الروح الفنيه دي اللي عندهم اللي هم عاوزين يرجعوا تاني في الماتش، دي حاجه تحتسب لهم هم كمجموعه موجوده معايا السنه دي. اتمنى ان احنا نستمر على اللي احنا فيه دوت، وعندنا اهداف تانية، يمكن احنا السنه دي هنلعب اكتر من بطوله، هنشارك في 5 بطولات كويس. عندنا السوبر مع الاهلي والزمالك، وعندنا بطوله افريقيا الى جانب بقى الدوري وكاس مصر والسوبر المصري كمان، فكل دوت متطلب مننا شغل مضاعف، متطلب من اللعيبه اللي هي تستمر بنفس الروح بنفس الهدف، احنا حاطين لنفسنا باذن الرحمن يمكن افريقيا السنه دي لازم ننافس عليها باذن الله يعني. ان شاء الله كابتن، طبعا اكيد هتمثلوا مصر، احنا معاكم في ظهركم. وارجع كده للعفروتو، اتفضل. اصعب مواجهه كانت في الكاس؟ اكيد في مين في قبل يعني؟ لا مش هنتكلم يعني، بتتكلم عن النهائي يعني؟ انت قصدك على النهائي؟ طيب لا يعني الماتش الاصعب كان ماتش السؤال للكابتن احمد ياسر. اصعب ماتش كان ماتش الاهلي اللي هو في النادي عندنا. تمام. كان ماتش يعني كان في الشوط الاول، كان ماتش كان حلو قوي، والجمهور كان عندنا في النادي كان عامل معانا يعني شغل حلو قوي في الماتش. الماتش كنا خسرين 5 وناقص تلت ساعه و18 دقيقه، فقلبنا الماتش على الاهلي، والموضوع ده كان صعب جدا يعني، وبالذات الاهلي بطل الكاس يعني، الاهلي اهلي في سبورت يعني، الاهلي في موضوع الكاس ده بيبقى ماشيه معاه الدنيا ما بتخسرش فيها. فانت كنت تطلع الاهلي كان موضوع، كان احنا كنا بنتكلم ان احنا كان بطوله الكاس دي كنا من الاول خلاص حطينا هدف قدامنا حلو. بعد الدوري كان الدوري الدنيا بعدت عندنا شويه فيه، فقلنا خلاص الكاس ده هو يعني لازم ننافس فيه. فالماتش ده كان من اهم الماتشات واللي ادانا النقطه اللي احنا بقى نتحرك لقدام، اللي احنا خلاص لازم ناخد البطوله دي خلاص يعني. حلو. فربنا كرم فيها. تفتكر افضل حاجه عملتها في الماتش ده؟ في حاجه معينه انت عملتها حسيت ان انت خلاص يعني ممكن بعد ما انا خسران فرق 5 الامل ممكن يروح شويه، عملت حاجه او زمايلي عملوا حاجه؟ لا هو الماتش ده كان كل الناس كانت كل الناس بتروح كلها بالجوان في اخر الماتش يعني، احنا في اخر تلت ساعه ما دخلش فينا غير جونين او 3 بس في مع فرقه النادي الاهلي. تمام. وانت مدخل احنا وصلنا 2 يعني، وكان الماتش كان ممكن يعني يخلص كمان 2 مش 1، غير بقى حصل يعني شويه ظروف كده في الماتش يعني. ف بس غير كده لا يعني الماتش كان كل الفرقه كلها كانت كويسه يعني، مفيش حد نقول عليه كان وحش، ولا الفرقه كلها كانت كويسه الماتش ده. طب كابتن احمد قاسم، هو برده ماتش الاهلي كان اصعب ماتش قبل ماتش الزمالك طبعا. ماتش الزمالك في الفاينل بيبقى ليه ترتيبات تانية برضو. كان في روح في الفرقه، ان انت خلاص الماتش كان بعيد شويه، بعد كده جبنا الماتش تاني في سيستم كنا بنلعب بيه، كان عبد السلام معودنا عليه، كل ما يعني اول ما بنركز وندخل جوه السيستم ده الدنيا بتبقى سهله بالنسبه لنا، الدفاع بالنسبه لنا بيبقى سهل. عندنا 2 في الدفاع ما شاء الله بيشيلونا ثلاثات 3 و3 اللي هو نور، وعندنا جيمي وفي ياسين معاهم واحمد عبد الله. الاربعه دول لما بنركز في السيستم بتاع الدفاع بيسهل علينا ان احنا نجيب الكوره وندخلها في الجون اسهل، فده اللي خلانا نعمل يعني نرجع كده تاني. طبعا وراهم حراس مرمى جامدين برده. بالظبط بصراحه يعني. احمد وليد والسيد محمد السيد، وفي حارس مرمى ثالث
سعيد انت عندنا اربع كويسين ابراهيم يعني. عندنا عندنا السنه دي احنا كنا مسجلين اربع حراس عندنا تمام. كمان سمير يمكن سمير لعب في السوبر الاخير حلو وكان ده مواليد 2000 بنحضره احنا في النادي وظهر بمستوى طيب يعني ده مستقبل باذن الرحمن هو كان موجود في منتخب 2000 سمير انا شفته في الدوري في المجمعه في كان موجود في السوبر, في السوبر كان موجود لعب ماتش الاهلي والزمالك مظبوط ولعب في الاهلي في الدوري كمان كان موجود في الاهلي في الدوري تمام احنا لعبناه فتره اخيره فترات طويله شويه فيمكن انت حضرتك تتكلم معاهم الفرقه دي ميزتها كمان ما فيهاش نجم كلهم نجوم بصراحه يعني فرقه شايف. سبورتنج ال 20 لعيب يمكن اثنين موجودين في 18 مش موجودين ولكن الفرقه بصراحه تتميز اللي فيها 20 نجم ودي ميزه كبيره جدا ما فيهاش نجم واحد اللي انت بتعتمد عليه ما عندناش اي حد بيغيب اي حد موجود اللي موجود هو اللي بيقوم بالدور يمكن احنا في نهائي السوبر رايحين البطوله بتسع لعيبه في ماتش الزمالك بالظبط شادي اتصاب وياسين كنا موجودين سبعه بس موجودين وخدنا ميداليه انا بصيت على الدكه ما لقيتش حد ما كانش فيه حد انا موجود انا والجهاز انا عايز اقول يعني لو حصل اصابه والجهاز وبعد شادي اتصاب شادي خليل اتصاب شادي اتصاب في ماتش الاهلي مظبوط وياسين لو قلت هيعوض ازاي كابتن عبد السلام بس ما شاء الله يعني كان عندنا مشكله كمان ما فيش تصعيد ال 2000 كان عندهم بطوله ال 2002 عندهم بطوله وال 2004 عندهم بطوله تمام فما فيش تصعيد فاحنا بنلعب بالسبعه يا نهار ابيض يمكن جبنا اثنين في اخر ماتش هليوبلس جبنا اثنين من 2002 اللي هم قدروا بس يبقى في على الدكه معانا حد جبنا بلال السعيدي وجبنا عمر حسام فدي احنا برده عندنا برده يمكن عندنا مميزات اللي احنا مترابطين بالاجيال اللي تحتينا مرتبطين بيه كويس جدا يمكن احنا عندنا ست لاعبين السنه دي كانوا اضافه كويسه لينا للدرجه الاولى من 2002 طبعا انا من خلالك طبعا بشكر الجهاز بتاع 2002 اللي هو ساعدنا جدا كابتن نبيل عبد المولى والجهاز بتاعه ان في لعيبه طالعه لسبورتين و2004 باذن الله يعني كمان ان شاء الله طيب نرجع بقى للكباتن في احنا بنتكلم على احنا بنتكلم بقى على ايه على سوبر محترفين لسه بقول للكابتن احنا كنا بنتكلم تحت الهواء ان كان الدكه مش موجوده يعني الحمل كله عليكم هنا بقى يعني دي بقى يعني هتقول لي بقى فيتنس هتقول لي بتاع هقول لك هي روح هي قتال ان انا هلعب لحد اخر ثانيه هو السوبر كان عليهم هم مش علينا انا كنت من الناس اللي قاعده في اسكندريه لو بعد ما خلصنا ماتش الكاس كانت الفرقه وريحت انت وبابا حسام خلاص يعني لقيت القوه الضربه مش موجوده اصلا لا احنا كنا ناقصين تسع لعيبه ايوه يعني انا بصيت لقيت مهاب مش موجود مهاب وعفروتو مش موجود كان مش موجود هشام وطاهر الناحيه الرايت كلها مش موجوده واحمد عبد الله حسام واحمد عبد الله سافر اعاره فتسع لعيبه مش موجودين انا حسيت ان لو حصل فيه اي مشكله هتنزل انا يعني ممكن كنت ننزل نلعب انا والجهاز طيب يا كابتن احمد قاسم احنا طبعا كنا داخلين البطوله دي مش عايزين يبقى يعني شكلنا وحش قدام الناس طبعا احنا واخدين ثالث دوري واول كاس فما ينفعش ان احنا البطوله دي نطلع من غير حاجه يعني احنا بدل ما دخلناها خلاص يبقى لازم نلعب ونلعب فيها ونأدي يعني طبعا جه ماتش الزمالك كان الحمل علينا كان تقيل الزمالك فيه ثلاث فرق موجودين مفيش فيهم حد مصاب يعني ما شاء الله بيلعبوا زي ما بيلعبوا في الدوري والكاس جينا ماتش الاهلي نفس الكلام لما جينا ماتش اليوبلس لقينا برده هم نفس الكلام برده بس احنا من جوانا يعني خلاص ما احنا خسرين ماتشين اللي قبليهم ما ينفعش نخسر ده كمان هيبقى شكلنا وحش فقلنا نلعب شويه نحاول نجيب الماتش فالماتش جه معانا يعني الحمد لله يعني ان احنا طلعنا كده يعني انتوا عملتوا بصراحه بتعملوا معجزات يا كابتن طبعا يمكن الحمد لله يمكن بقول لحضرتك احنا بنلعب في ماتش هليوبلس وعندنا تحدي كبير اللي احنا ناخد ميداليه دي الميداليه الثالثه السنه دي كانت مهمه جدا بالنسبه لنا اللي احنا نفنش الدوري واحنا ثالث برده كاس السوبر ده كانت مهمه اللي الفرقه دي تحس اللي هي وصلت لحاجه كويسه اللي انت توصل للخطوات دي وتستمر اللي انت تبقى في المنافسه مع الاهلي والزمالك دي مش سهله طبعا ومش يمكن احنا الفرقه الوحيده برده في مصر اللي نافسنا على ثلاث بطولات يمكن الدوري طلعنا ثالث خدنا الحمد لله كاس مصر في السوبر كنا ثالث يمكن الفرقه اللي بتنافسك الوحيده هي الزمالك مظبوط يمكن الاهلي خرج من دور الثمانيه في كاس مصر في سبورتنج ولكن الفرق الثانيه مفيش حد ينافس على الثلاث بطولات غير سبورتنج والزمالك في المراحل الثانيه برده عشان الناس عارفه في 2002 وال 2004 سبورتنج كان منافس قوي جدا في الكاس والدوري يمكن احنا خدنا اول دوري 2002 وخدنا ثالث كاس وفي 2004 لعبنا النهائيين نهائي كاس ونهائي دوري فالحمد لله السنه دي يعني الدرجه الاولى بالمرتبط محققين الحمد لله نتائج كويسه سبع ميداليات من سبعه وعلى مستوى البنات
على مستوى البنات احنا على مستوى البنات برضو عندنا نتائج كويسه جدا. يمكن الدوري 2002 خدنا كاس ودوري مظبوط، 2004 خدنا ثالث دوري، والسيدات خدوا كاس وخدوا ثالث دوري الحمد لله. لا السنه دي بصراحه سبورتنج في العاب الصالات بصراحه يعني عامل شغل عالي قوي بصراحه ان شاء الله، وده يدل على يعني مجلس اداره كويس. لا مجلس اداره في مشاكل؟ لا 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 مجلس اداره احنا مش احنا يعني مش بنطلع المشاكل، بنحل المشاكل يعني. انتوا الدنيا تمام هناك؟ لا لا الدنيا مجلس اداره واقف جنبكم. لا الدنيا كويسه قوي. من هو ده بتدل عليه النتائج يعني، بدل فيه مفيش مشاكل في مجلس اداره والدنيا تمام، النتائج بتبقى تمام بالظبط. الدنيا من فتره الكورونا الحقيقه ومجلس الاداره اللي فات ومجلس الاداره ده تمام والدنيا كويسه. احنا من النوادي القليله قوي اللي فتره الكورونا مفيش حد، ده كان الفلوس كانت بتنزل في وقتها وبتاع كويس. يعني بيبقى في شويه تاخير طبيعي في البتاع، بس الدنيا يعني مفيش التاخير اللي هو يعني الجامد يعني، وكل فلوس بتنزل في النادي، فدي حاجه كويسه يعني تحسب ليهم يعني، وبيدعموا الفرقه بكل حاجه يعني الحمد لله يعني لغايه دلوقتي يعني. كابتن عفوت اتكلم في الايه في الماديات، كابتن احمد قاسم بيتكلم بقى في المعنويات. كانوا كان طبعا المجلس الاداره كان بيجي لنا قبل الماتشات، جالنا قبل التجميعه الاولانيه بتاعه الدوري، جم قعدوا معانا قالوا ان عندكم مشاكل. طبعا ما كانش في مشاكل خالص عندنا، بس هم كانوا جم يدعمونا بس يعني، هو الغرض من ان هم قلنا ان هم كانوا بيدعمونا بس. فما اعتقدش ان يعني ما فيش اي حاجه يعني، في استقرار في النادي الحمد لله، وفي استقرار في اللعيبه، وفي استقرار في اعضاء مجلس الاداره، فما فيش اي حاجه يعني. على فكره انا بسال السؤال ده وانا عارف الاجابه، لان الاجابه بتبان من النتائج. لا هو صح كابتن ابراهيم، يمكن بجد في سبورتنج الموضوع مختلف شويه. يمكن احنا مش اهلي وزمالك كماديات، ولكن احنا عندنا التزامات بالعقود. الناس هناك عندها التزام كويس جدا بالاتفاقات بالعقود. يمكن احنا عندنا رئيس جهاز كان ماشي كويس جدا، علاء السعيدي، كان داعم كويس جدا لجميع الفرق اللي موجوده، بجانب الى مجلس اداره. مجلس اداره كمان كان كابتن عمرو فتحي عضو مجلس اداره وبتاع هاندبول، فده سبورت لينا كويس جدا داخل المجلس يعني. الى جانب طبعا رئيس النادي وكل الناس اللي موجودين كلهم مهتمين جدا بالهاندبول السنه دي، بالهاندبول في حته تانية. يمكن الهاندبول ماشي كويس، فالناس سبورت ليه كويس جدا. الموضوع الماديات اللي اتكلم فيها عفروتو ديت، الماديات دي موجوده. يمكن كورونا حصل فيه مشاكل كتيره لانديه كبيره، كان الاهلي والزمالك عنده مشكله طبعا، اما احنا الحمد لله يمكن النادي عدى الخطوه ديت وماشيين كويس يعني. في دعم كويس جدا من مجلس الاداره الفتره الجايه باذن الرحمن. يمكن حتى في اللعيبه احنا عندنا شويه مشاكل، يمكن انت عارف عندنا شويه مشاكل خطف شويه لعيبه عندنا من طيب بره. الموضوع ده مهم قوي بقى كابتن، هنتكلم في الموضوع ده ولكن بعد فاصل قصير. استنونا، الموضوع مهم جدا. رجعنا تاني وابطال الكاس، والسؤال كابتن محمد عبد السلام اللي احنا طلعنا بيه فاصل، الانتقالات، ولما نشوف فرقه بتكسب اهلي وزمالك وتاخد بطوله كبيره، الفرقه دي بتتصفى ومنهم بيروح الاهلي منهم بيروح الزمالك. يمكن احنا المشكله دي احنا اتكلمنا فيها كتير يعني، في مشكله طبعا. احنا في جو احتراف، ولكن احنا عشان نعمل فرقه في النادي بناخد وقت طويل. تمام، طبيعه اللي انت ما عندناش الامكانيات الجامده اللي احنا نشتري بيها لعيبه كل سنه، فبنبتدي نحضر من تحت، والتحضير ده بياخد مننا وقت كبير جدا. احنا يمكن عندنا السنه دي في استقرار شويه، يمكن احنا عندنا 17 لعيب موجودين في سبورتنج خلاص دول ماضيين. احنا عندنا بس مشكله في ثلاث لعيبه او لاعبين، اللاعبين دول خلاص يمكن في منهم شادي خلاص بنسبه كبيره 99% في الزمالك، واحتمال احمد وليد برده حارس المرمى يكون برده جاله حاجه برده يمشي. فدي مشكله من قبلنا. السيد قاعد، السيد بنسبه سيد في عقد معانا. طيب تمام، 17 لعيب موجودين في عقود معانا. احمد وليد، احمد وليد والسيد احمد حارس المرمى علينا قوي. يمكن احنا عندنا يمكن الميزه اللي احنا عندنا ثلاث حراس السنه، كنا مسجلين اربعه تمام، وهنسجل ثلاثه السنه دي باذن الرحمن يعني. يمكن احنا جبنا كمان اضافه، يمكن محدش يعرف، جبنا وينج رايت كده باذن الله يكون اضافه لينا كويسه السنه. ده موضوع سري؟
مش سر يعني. احنا مضى خلاص، مضى خلاص. مين يا كابتن متول؟ لا لا عايزين نعرف حصل. جبنا مؤمن من النادي الاولمبي لعيب ونجرايت. تمام الحمد لله، يعني ده صفقه كويسه بالنسبه لنا، احنا شايفين صفقه كويسه جدا. دي اول اعلان عن الصفقه، ده اول اعلان عن الصفقه اهو في حصري معانا في ملعب الابطال عشان خاطرك انت حبيبي. حبيبي يا كابتن، حبيبي ربنا يسهل. لسه في كمان صفقتين ولسه ماشيين فيهم يعني. طيب كويس، دول لسه ما مضوش. ده لسه ما مضوش، مش هقول لك اساميهم ايه. طيب طيب هروح بقى هروح للكباتن. احنا اتكلمنا دلوقتي في مشكله انتقال اللعيبه. هو بالنسبه للعيبه انا بعتبرها مش مشكله، يعني هي حق مشروع لاي لاعب، صح؟ عفروتو انت ابن النادي، ابن سبورتنج. اه ابن النادي، يعني البدايه في سبورتنج ولحد دلوقتي في سبورتنج. اه البدايه من انا عندي 5 سنين لغايه دلوقتي. طيب اول الاحتراف حق مشروع، ولكن في حته نفسيه كده ساعات اللاعب يقول لك لا انا عايز اكمل واخد بطولات مع النادي. الموضوع عندك انت ايه بقى؟ انت اتكلمت في ماديات فانا قلت بقى لا 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 جات له عقد. مش موضوع ماديات لا خالص. يوسف يوسف بجد يوسف من اجمل اللعيبه اللي انت تتعامل معها، ما بيتكلمش في ماديات. هو ابن النادي يمكن. طبعا. هو من الناس، هو ونور كمان اخوه، يمكن التوأم. كنت لو كان جيم كنت شاركوا مع بعض. اه طبعا يمكن توأم، خلي بالك. يوسف ونور توأم والله. اه يعني لو جبت نور هنا توأم في الماتش وشفت يوسف توأم حاجه ثانيه خالص. انا اول مره اعرف ان انتوا ما شاء الله يعني اولاد النادي ومحافظين ان هم يبقوا موجودين معانا في النادي على طول يعني. طيب كابتن قاسم ايه الاخبار؟ انت كنت في الزمالك الاول وبعد كده سبورتنج. زمالك جيش سبورتنج. جيش سبورتنج صح. طيب انت بترتاح فين؟ لا هل الراحه للاعب؟ انا بس في سؤال يعني السؤال ده لازم يعني الراحه للاعب ممكن تكون في لاعب يقول لك لا انا عايز فلوس، في لعيب تاني يقول لك لا انا عايز استقرار مع فرقه مستقره والعب. بالظبط. في لعيبه كتير تقول لك لا انا اروح لازم تلعب، عايز العب. اما انت لما تلعب هتتشاف. حلو قوي. يعني لما اروح مثلا فرقه كبيره او اروح مثلا فرقه تانية وما تشافش وقاعد يعني قاعد بس باخد فلوس، هستفاد ايه؟ وده كده مش مش لعيب يعني، كده موظف بس. فهو طبعا لازم العب، لازم العب عشان اتشاف. لما اتشاف اخش منتخب. لكن لو بلعب فرقه كبيره مش ومش بتشاف مش اخش منتخب، بلعب احترف بس. ده اللي كل لعيب المفروض بيدور عليه يعني. يعني ده كلام مقنع يعني، ده كلام انا بحب جدا الكلام ده، كلام الاقناع اللي هو انا مش عايز فلوس بس عايز العب عشان اتشاف عشان يجي لي فلوس بعد كده. هو اللعيب اللي يدور على الفلوس مش هيكمل يعني، فتره قصيره ومش هيكمل. لازم ما تروح النادي يبقى انت يعني، انت بشوف اللي يروح كبير يفضل كبير، اللي يروح من وهو في النص كده هيفضل طول عمره صغير في الفرقه دي. وبناخد حتى المثال في لعيبه كوره كتير كانوا بيطلعوا يلعبوا بره عشان فلوس وبيرجع مصر خلاص مشطب. هو يمكن انت سالت قاسم حاجه برضه ما جاوبش بصراحه، هو اسكندراني دلوقتي. خلاص خد الجنسيه. خلاص الجنسيه ماشي. وباذن الرحمن انا متوقع السنه دي، هو كان راجع طبعا من صليبي السنه اللي فاتت. كان عنده اصابه ويمكن المستوى في الاخر بدا يتحسن، ولكن انا متوقع له السنه دي باذن الرحمن موسم 23 دوت هيبقى في حته ثانيه قاسم باذن الله. باذن الله. ان شاء الله كابتن. فرقه مجتهده بصراحه، وانا يعني عاجبني جدا الموسم ده بصراحه، عاملين شغل جامد جدا. طيب طموحكم بقى في الموسم الجاي ان شاء الله؟ كل واحد كده يقول لي في دماغه اللي في خياله. لا لا الموسم اللي جاي احنا يعني احنا بعد ماتش الكاس كنا قعدنا مع بعض قلنا لازم خلاص يعني، احنا الموسم احنا مشكلتنا كل سنه ان احنا ما كناش بيبقى في بطوله ناخدها. تمام. كنا على طول بنقف ثاني ثالث، كان عندنا سنه بنقف فيها اول يعني اول مره ناخد اللي هي خطوه لا ناخد كاس بقى. حلو. الناس كلها حست بالبطوله يعني ايه بطوله، حتى في النادي الناس اولياء الامور والعيال الصغيره عندنا في النادي الاطفال الصغيرين، الاجواء عندنا في النادي مختلفه يعني، وذات اللي كله عارف الناس في النادي يعني، مش زي اهلي والزمالك مثلا الكوره بعدين باسكت مثلا هاندبول، لا الدنيا عندنا مختلفه في الموضوع ده. فالناس كلها حست بموضوع البطوله يعني ايه بطوله. فاحنا اتكلمنا يعني ان احنا نفسنا ناخد بقى دوري، عندنا السوبر اللي هو قبل مع الاهلي والزمالك ده اكيد نفسنا ندخل الموسم باول بطوله تبقى بطوله سوبر في الفعلة، شيء يخلينا خطوه يعني يدينا حافز كده خش يعني لقدام، وان شاء الله بقى في الدوري والكاس وافريقيا يعني. تمام. ان شاء الله لازم ناخد افريقيا عشان احنا في افريقيا ضاعت مننا، فده يعني ان شاء الله يعني. انا قلت لهم في بطوله انا يعني كنت سبب صغير ان انا ضيعت كوره مهمه في بطوله افريقيا. انت عايز تعوض اللي انت عملته في السنه. فالحمد لله هو عوضناها في اول كاس الحمد لله في تاريخ النادي، وان شاء الله نعوضها بقى في السنه اللي جايه يعني ان شاء الله بطوله افريقيا جديده يعني ان شاء الله. تمام. كابتن قاسم في غيابات هتاثر معاكم في التيم الموسم الجاي؟
شايف كده ولا الفرقه مش بتقف على حد؟ هو طبعا الفرقه ما بتقفش على حد، بس طبعا كل واحد بيجي يخش جوه السيستم اللي بنلعب بيه ما بنحسش باي عجز ولا بنحس باي نقص في الاماكن اللي هي مثلا اللي هتمشي. تمام. فانا شايف ان طول ما كل الناس بتلتزم بالكلام بتاع المدرب الدنيا خلاص ماشي حلو. وانا شايف برضو انت كنت بتكلم افروتو على الكاس. آه. انا شايف ان الكاس في نادي يعني بطوله في نادي غير اهلي وزمالك ليها طعم تاني خالص. انت بتاخد بطوله من زي بتقول كده من اسد مثلا. مزبوط. من الاسد. فبتطلع بتاخدها بعد مشوار كفحت فيه كتير كمان. طيب يعني بس كده بطوله الكاس كابتن حملتكم مسؤوليه اكبر ان انت تحافظ على اللي انت عملته. اكيد. ويزيد. المسؤوليه بتزيد جدا، بتزيد على الجهاز، بتزيد على اللعيبه، بتزيد على المجلس الاداره، كل الناس طموحها بيزيد جدا. فدي بتطلب مننا ان احنا نبذل مجهود مضاعف في الفتره الجايه، اللي احنا نلتزم اكتر، نكون عندنا دافع اكتر للبطولات. كان زي ما قلت لحضرتك دي الميزه اللي موجوده في الجيل ده. تمام. الجيل ده زي ما يوسف اتكلم كده بالظبط، هم عندهم هدف عاوزين يروحوا له. فطول ما اللعيب عنده هدف وطول ما الاداره عندها هدف سهل ان انت توصل. الحاجه الصعبه اللي احنا نتخاذل. احنا الحمد لله مصممين ان احنا نعمل حاجه. الامكانيات اللي موجوده في النادي واللعيبه تساعدنا ان احنا باذن الرحمن نفضل في المنافسه على طول مع الناديين الكبار. يعني اللي احنا نفضل سنتين متتاليين اللي احنا في المنافسه. زي ما قلت لحضرتك احنا بننافس ثلاث بطولات السنه دي، ودي صعبه مش حاجه سهله. تمام. الناس اللي بتفكر فيها السنه فاتت احنا كنا جايين من بعيد شويه، يمكن وصلنا ثالث دوري، ودي كانت الخطوه الاولى اللي احنا نوصل ثالث دوري ونستمر عليها. فاحنا عندنا استمراريه كويسه جدا. وانا شايف يمكن انت سالت قاسم الغيابات اللي بتبقى موجوده. اكيد الغيابات بتاثر معانا، ولكن احنا محضرين حاجه كويسه للنادي مستقبل. يعني كويس. ممكن لو احنا فضلنا في الخطوه دي، ولكن على المدى البعيد احنا ماشيين كويس. يعني ماشيين كويس بالناشئين اللي موجودين بالست كل حركه من تحت دول او الخمسه، لا هيبقى شكل السبورتنج في حته ثانيه باذن الله. ده اللي انا كنت عايز نكمل الكلام لبعض. كنا بنتكلم قبل الهوا على الموضوع ده. في نادي عنده قاعده هقدر من خلالها ان انا ابني فريق اول جامد. يمكن هي دي الميزه في نادي سبورتنج. نادي سبورتنج بيعتمد على اولاده، يمكن هو نادي اجتماعي. تمام. زي هليوبلي، زي الجزيره، يمكن بعيد عن الاهلي والزمالك شويه، ولكن الناس هناك بتبقى مصممه ان اولادها هي اللي تلعب. فاولادها هي اللي تلعب. احنا في الاخر بنبوست برضو في الفريق الاول، بنبوست لو نقدر احنا نشتري حد او ندعم الفرقه بحد بالامكانيات بتاعتنا بندعم. تمام. ولكن في مراحل الناشئين والشباب لا، احنا معظم لعبتنا 90% بيبقوا من اولاد النادي. حتى لو الاولاد بيجونا من بره من اماكن تانية، من اسكندريه يعني، بيجونا هم صغيرين، فبيتربوا جوه الكيان، جوه المكان، جوه السيستم، بيطلعوا عارفين احنا بنشتغل ازاي، بنتعامل ازاي جوه النادي. فدي من مميزات نادي سبورتنج. طيب سؤال كده، ايه غير ما الكابتن يسمع كده، تعامل الكابتن محمد عبد السلام معاكو على كل المستويات، يعني ما حدش كسب معاك، بص يعني هو قاعد اهو وهو هيقول برضو ايه رايه فيكو. لا لا يعني انا تعاملي مع كابتن محمد، ما تخافش مش هعمل له حاجه حبيبي والله. لا لا تعاملي مع كابتن، انا تعاملي عامه مع كابتن محمد يعني انا ونور وشادي مختلف عن باقي الفرقه شويه. تمام. عشان انا ونور وشادي كابتن محمد كان معانا من واحنا عندنا 13 سنه. كويس. وطلعنا بعدين هو اللي صعدنا درجه اولى واحنا عندنا 17 سنه. يعني كان نور وشادي لعبوا اول بطوله افريقيا مع النادي، اول مره النادي لعب بطوله افريقيا كان هو واخد نور وشادي صعدهم معاه. بعدين البطوله اللي بعدها انا سافرت معاهم، كنا مسافرين صغيرين قوي. حلو. بعديها كمان يعني كوتش ما ماشي وسافر المغرب، انا رحت معاه في المغرب لعبت معاه اعرف بطوله افريقيا. كويس. فانا كنت محمد عبد يعني هو زي اخويا الكبير يعني كده الشهاده هو بيتكلم يعني كتير يعني. طبعا. يعني كابتن ياسر انت طبعا الوالد مدرب. طبعا. وانت لعبت في نادينا قبل كده وتعاملت مع اجهزه فنيه ومع مدربين كتير، اكيد في كابتن محمد عبد السلام عنده حاجه في فرق. انا مش بحرجك ولا حاجه، بس في كل مدرب انا اتمرن معاه عنده حاجه، الحاجه دي اللي بتخليني اكل الملعب، صح؟ طبعا. ايه اللي بيميزه؟ عشان عارف كل حاجه اللي بتميزه، فانا مش عايز اقول عشان بس ممكن ما يتحركش. الحاجه اللي بتميز كابتن محمد ان هو فاهم هاندبول. تمام. الله. دي بتختلف من مدرب لمدرب. هو فاهم هاندبول و يعني انا طبعا مش بتكلم معاه كتير برضو قوي، بس اللي بيعجبني في كابتن محمد ان هو بيذاكر كمان وبيشوف حاجات في الهاندبول وبيطبقها صح. بس ده اللي بيفرق عن من مدرب لمدرب كمان.
حتى لو الحاجه دي مثلا احنا مش مقتنعين بيها بس هي صح، يعني هو بيعملها صح، لما بنتمرن عليها كذا كذا مره. احنا محمد السيستم بدا معانا بقاله سنتين، السيستم لغايه دلوقتي هو موقفش بنفس يعني نفس اللي بنتمرنه من ساعه ما جه بنتعلمه لغايه دلوقتي، وطبعا اتقناه، ممكن ما يكونش بنسبه 100% بس خلاص بقينا عارفين ده اللي هنعمله، ده اللي احنا واثقين فيه خلاص. يعني احنا واثقين في كابتن محمد ان هو بيعمل كذا، ما بنرجعش وراه مثلا، لان هو ما شاء الله عليه مدرب هاندبول كويس جدا، فده اللي بيعجبني فيه. انا هو فعلا انا حضرت فتره طويله قوي معاه، هو مجتهد جدا، على طول بيذاكر، على طول في ميزه اللي هو بيجي محضر للتمرين، مش كل المدربين بتيجي محضره للتمرين، هو معاه كراسه كده بيجي بيها التمرين، هو عارف هو هيعمل ايه في التمرين، ايه اللي هيحصل في التمرين. وغير كده كمان يعني هو كمان المدرسه الجديده، يعني هو جاء احنا كنا ما عندناش مدرسه الاسبانيه دي كتير، ومش كل المدربين عارفاها، فهو لما جه بيها في الاول الناس كلها قالت ايه طريقه الدفاع اللي احنا هنلعب بيها دي، في حاجه غلط، الدنيا مش هتمشي، الفيرود بيستلم كتير، هي فيها مشاكل في مشكله الفيرود هي هم عنه. بس هو ازاي بقى يعني الناس مع الوقت اقتنعت، الدفاع اتحسن، الدنيا مشت. يعني انا فاكر السنه اللي فاتت اول ماتش ليه جا معانا لعبنا ماتش ودي، الدنيا الناس بعد الماتش اللعيبه الكبيره عندنا راحت اتكلمت معاه قالت له الدنيا مش هتمشي كده، بس الحمد لله الدنيا مع الوقت لقينا الدنيا ماشيه فعلا. ويعني والتمارين اللي هو كان بيعملها في الناس ما كناش فاهمينها في الاول، بس لما رحنا يعني لما رحنا المنتخب وكذا واحد فينا راح المنتخب لقينا نفس الكلام بيحصل بالظبط، نفس السيستم بالظبط. يعني حلو قوي. طيب هرجع بقى للكابتن، كانوا هما بيجاملوني شويه. الكلام ده جميل جدا. ما انا بقى عايز اتكلم على حته المدرسه الاسبانيه. انت بتطبق المدرسه دي، وانا طبعا يعني انا حتى وانا بعلق انا عارف اللي بيحصل وعارف طريقه حضرتك، ولكن في حاجه انا دايما بقول مدربينا المصريين لما بياخد مدرسه من بره والله بجد احنا كرييتيف وعندنا فعلا التطوير، طورت وبتضيف على المدرسه دي، ده اللي انا شايفه. يمكن مش عارف انا صح ولا غلط. المدرسه ديت انا قعدت انا كنت في المغرب تمام، وفي فتره الكورونا ما بعملش حاجه وعاوز افهم الناس دي بتعمل ايه، فقعدت 3 شهور في البيت بذاكر كويس، لحد ما جيت اتصلوا بيا يعني في سبورتنج بتاع اللي انا ارجع تاني سبورتنج. ففعلا زي ما عفوت بقول لك، اول لما بدانا التمرين الناس مش عارفه الوقفات، هي ليها وقفات معينه فكله بقى انت بتعمل حاجه غلط، الدنيا احنا ما بنقفش كده، احنا ده غلط، زي اول ماتش الدوري بتستلم كتير، لحد ما قعدنا نطور في الاسلوب، وهم بداوا فعلا يقتنعوا بالاسلوب دوت اللي هو الاسلوب الناجح تمام. فاللي احنا بنجدد فيه على طول، يعني ما فيش مش ثابتين على حاجه معينه، ولكن في ابديت على طول للشغل اللي بيحصل. يعني الشغل ده بيحتاج مجهود كتير جدا، وبيحتاج ان انت تقعد تذاكر، وبيحتاج ان انت تشوف المدرسه دي اخر تطوراتها فين. يمكن انا ماليش علاقه، يمكن انا شايف بروندو جاء وقبليه ديفيد كامارا كان موجود، يمكن انا ما اتعاملتش معاهم، يمكن هو كان بيسالوا انت منين الحاجات دي جبتها. الحاجات دي محتاجه للناس تقعد تشوف الموضوع فين. ده الاجتهاد اللي بنتكلم فيها كابتن، والاجتهاد هو اللي بيولد النتائج دي. انا استمتعت جدا جدا بالحديث معاكم بصراحه. انا بس في الاخر عاوز اشكر حاجه باذن حضرتك، بس انا مش شغال لوحدي تمام، جهاز فني، انا شغال مع جهاز فني، يمكن كابتن نبيل عبد المولى، كابتن محمد عبد الصبور، معلش انا اطول بس لا اتفضل دقيقه، كابتن محمد البنا، دكتور علي حسن، كابتن محمد بوتشر، مصطفى عبود، دول الجهاز اللي كان موجود، رئيس الجهاز علاء السعيدي، دول الناس لها فضل كبير جدا في الكاس دوت، وكل النتائج اللي حصلت في سبورتنج، الى جانب طبعا الاب الروحي ليا وكابتن اشرف غنيم، بوجه له من خلال حضرتك كل التحيه والتقدير على المساعدات اللي هو قدمها ليا الفتره اللي فاتت. واحنا كمان بنشكرهم على المجهود الجامد اللي اتعمل السنه دي، وكاس مصر كابتن عفروتو نورتني، ربنا يخليك، كابتن احمد قاسم نورتني، ربنا يخليك، كابتن محمد عبد السلام صديقي العزيز، سعيد جدا بلقائك بعد اكتر من 20 سنه ما تقابلناش تمام، وسعيد جدا باللقاء ده، والف مبروك وان شاء الله في التقدم ده. انا سعيد بيك جدا وسعيد بأون سبورت، وتتمالي كده في التقدم ورقي باذن الله ان شاء الله معانا الموسم الجاي ان شاء الله لما تحصلوا على اكتر بطولات. نشكر كباتب، نشكر الساده الجمهور على المتابعه، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.